صباح الخير يا زولا يا زولا يا زولا. صباح الخير. صباح الخير. يلا حبيبي قوم يلا. صباح الفل. صباح غزل. صباح الخير غزولة. صبي خمامي على الجمل يا لوسي. صباح الخير يا لوسي. صباح الخير يا زن. يلا صباح الفل. صباح الخير يا خلوسي. صباح الخير يا زن. صباح الخير يا قلبي انت والله. صباح الخير يا حبيبي. يلا يا زن صباح الخير. يلا يلا بينا. يلا يا روحي. صباح الخير. طبعا يا جماعة بصوا شايفين الجو وحش جدا جدا زي ما انتوا شايفين. الجو هوا وساقعة جدا بجد. الجو هوا قوي. صباح الفل. قلت صباح عليكم. النهاردة هنعمل لكم يومنا الكامل في الشتاء. ان شاء الله اليوم هيعجبكم جدا جدا. خليكم معانا. دلوقتي يا جماعة احنا هنفطر. عملنا شاي بلبن. شاي استني وبصمات كده. عايزين حاجة خفيفة يعني. وبسكوت. هما مش جعانين قوي. تيتو هات بوسة. هات بوسة. هات بوسة. بيو بيو. يلا عشان نفطروا. يلا يا غزل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا عشان نقعد ونفطر واحنا قاعدين. طيب يلا بينا. يلا بينا. يلا دلوقتي بتعملوا ايه؟ بتفرج على كرتون. بعد ما خلصنا تيتو. تيتو بتعمل ايه؟ بعد ما خلصت اتفرج على الكرتون. بعد ما خلصت اكل اتفرج على الكرتون. اتفرجوا. طيب ماشي شويه كده واجيب لكم ايه سناك تاكلوه. ماشي اوكي. بصي غزه مش مركزه معايا خالص. بصي مش معايا اصلا غزه. يزن انت بتعمل ايه يزن؟ بتفرج على الكرتون. مين خربش الكوشه كده؟ هتحلوا. هتحلوا؟ طيب خلي بالك. طيب يلا زوزو تختاري ايه بقى؟ ها؟ ايه ده؟ برينكلز وايه تاني؟ وسكيتلز. وسكيتلز؟ ماشي. يلا يا تيتو اختار حاجة. يلا يلا كل واحد يختار. تيتو هتختار ايه؟ استني خلي تيتو يختار. وريني تيتو يختار ايه؟ تختار ده؟ ماشي. ايه تاني يا تيتو؟ ايه تاني؟ تاخد دي؟ تيتو ايه تاني؟ تاخد طافي؟ يلا يزن الدور عليك. يزن تختار ايه بقى؟ الدور عليك. في شيبس هنا اللي عايز شيبس اهو. ماشي بس مش سبايسي. بيحب السبايسي يا جماعه. طب يلا ده سبايسي يا حبيبي. لا ده تشيز. ده هات يزن برضه سبايسي. يلا يزن. يزن بيحب السبايسي يا جماعه. وريني يزن تاخد ده؟ ها؟ هتاكله كله؟ ماشي يلا. يلا طب وانا اختار ايه بقى؟ انا اختار ايه؟ انا عايزه حاجه سبايسي. ده لا مش عايزه ده. لا ده برضو لا. ها انا عايزه حاجه سبايسي. هاخد ده. استني سيبي تيتو. انا ده هاخد ده يا جماعه. شطه مولعه. يلا بينا. يلا افتح لك. هي طيب. الله سو كيوت. هلو ستروبري صح؟ طب يلا لا. حاضر. لا يلا يا تيتو جدع. يلا كلها كلها. ماشي دي بتاعت تيتو. وانت يا زن فتحت حاجتك ولا لسه هتفتحها لك؟ يلا خد يا زن. يلا وانت يا زوزو لسه هفتح. طب تعالي اقعدي جنبنا. يلا توت مخربشه موت فيك وانت فرفشه ومعكشه ضغطه جوا قلبي مربعه انتي تختك باربعه. انتي لوحدك باربعه. انتي تختك باربعه. ايه الاغاني الغريبه اللي بتغنيها دي؟ بحبها الاغنيه دي قوي. وده يا جماعه بصوا انا اخترت ده اهو فتحته وباكله. ماشي وتيتو اهو بياكل معانا. تيتو تيتو حلوه؟
حلوة؟ أيوه حلو. يلا كل. طيب ألف هنا وشفا. تبي تعملي ازاي؟ حلوة قوي؟ طيب يلا دلوقتي يا جماعة بقى، دلوقتي أنا هعمل الغدا. بصوا معايا، هعمل رز كده بالكبد والقوانص، اللي هو بيبقى الرز اللي في الفرن اللي باللبن. تمام، همسك أول حاجة بمسك القوانص أفصلها عن الكبد، عشان انتوا عارفين القوانص بتاخد وقت شوية في السوا. بشوحها كده في حتة سمنة، وبنزل عليها بصلاية مفرومة أو بصلاية متقطعة قطع صغيرة، بس وسيبها تتشوح معاها. دي القوانص بس يا جماعة، أو الأنثى أو كده زي ما انتوا بتقولوا. احط عليها ملح وفلفل، تمام، واسيبها تتشوح شويه لحد ما تاخد نص سوا. بعد كده احط عليها الكبد علشان الانثى بتاخد سوا اكتر. طبعا احنا كلنا عارفين كده. دلوقتي كده بعد ما اتاكدت ان الانثى استوت شويه، بعد كده بقى احط الكبد وراها على طول، واقعد اقلب واقلب واقلب تقلبتين بالظبط، يعني لحد ما الكبده كانت تستوى شويه. وبعد كده كده يكون خلاص ان الخليط معانا يكون جاهز. تمام كده هسيبها تستوى واروح اجهز بقى خليط ايه الرز. معايا الرز يا جماعه، بصوا بقى هقول لكم الرز. الرز هنا معايا قشطه، القشطه دي اللي هي وش اللبن يا جماعه، او قشطه نجيبها من عند اللبان، دي حاجه ترجع لكم. تمام، وكمان معايا الملح. هقلب بقى كده الرز كده مع القشطه كويس جدا يا جماعه، عشان الرز لما بيتغلف بحبيبات القشطه بيطلع ابيض وبيطلع طعمه كده فيه، اللي هي زي ما تكون الريحه الفلاحي دي اللي احنا بنشمها، بجد بيبقى طعمه رائع رائع رائع. وجربوه وقولي رايكم. هنا معايا بقى اللبن. اللبن بصوا يا جماعه، اللبن لو انا هعمل كوبايتين رز يبقى كوبايتين لبن وعليهم كوبايتين ميه، تمام، او كوبايتين ونص لبن وكوبايه ونص ميه، علشان يعني اللي في اللبن في الفرن ده الكوبايه اللبن الكوبايه الرز بتاخد كوبايتين، تمام، بس كده. ومعايا طبعا معايا السمنه، تمام. دلوقتي بقى هروح اشوف بس الكبد والقوانص استوت، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه، نكمل بقيه الرز مع بعض. لازم تكون تاكد هي كده خلاص اتسوت وتشوحت وريحتها طالعه تحفه، حكايه جدا جدا بصراحه، ريحتها حكايه. بصوا بقى جماعه كده، معايا هنا اللبن طبعا غليته وزودت عليه الميه، يعني تمام انا عامله كوبايتين رز، حطيت عليهم كوبايتين لبن وكوبايتين ميه. هفرد نص طبقه الرز تحت كده في الطاجن او في البايركس او في الصينيه او في اي كان انتوا عندكم ايه، او كل واحد يعني حر زي ما هو بيحب. وبعدين هحط بقى كده خليط الكبد والقوانص في النص، تمام، علشان يبقى طبقات، يعني عشان الرز يغطي الكبد والقوانص ما تنشفش مني في الفرن لما يتحمر الوش من فوق، تمام، زي ما انتوا شايفين كده. بس بجد جربوها طعمها يعجبكم جدا جدا. بس بفرد كده، وبعدين بحط كمان طبقه الرز الثانيه اللي احنا اللي عندنا، يعني احنا عملنا طبقتين، يعني تقريبا حط كوبايه تحت وكوبايه فوق. انا كده طبعا بسوي الكبد والقوانص علشان تبقى متساويه، وكل قطعه لما نطلعها تبقى فيها كبد وقوانص وكل حاجه. بس بحط بقى، بفضل ان انا كده بقى ايه، بحط الرز كده بداري الرز فوق، او على قد ما اقدر بداري الكبد والقوانص بتاعتها عشان ما تنشفش مني في الفرن. بس كده بعد كده بحط بقى خليط اللبن والميه، خليط اللبن والميه. انا غاليه طبعا زي ما انتوا شايفين، هو مغلي علشان يبقى سخن، عشان اول ما يدخل الفرن يتحمر على طول. هنا معايا بقى قطعه سمنه يا جماعه، سنة بحطها على الوش عشان تعمل اللون الحلو اللي احنا بنحبه، تمام، زي ما انتوا شايفين. اللي عنده بقى اي نوع سمنه عندك، بس السمنه دي انا اللي عاملاها في البيت، يعني انا اللي عاملاها من وش اللبن. انا بعمل السمنه في البيت، وهتلاقوا الفيديو عندكم على القناه. لو انتوا رجعتوا الفيديوهات الطبخ بتاعتي هتلاقوا الفيديو بتاع السمنه عندكم على القناه. بس كده يا جماعه، بعد ما حطيت كده بس هدخلها الفرن. دخلها الفرن بقى، اشغل من فوق ومن تحت، اول ما تاخد لون من فوق هطفي واخليه بقى لحد ما الفرن الرز يستوى، يعني من فوق ومن تحت، وبعد كده هطفي فوق بس واسيبه لحد ما يستوى بس كده. وبعدين هو ده بقى كده، بصوا بعد ما طلعت طعمها حكايه وريحتها حكايه، وطبعا بتبقى تعتبر يعني كوجبه متكامله، يعني مش عايزه اي حاجه جنبها خلاص، بس احنا ممكن نحط بقى جنبها سلطه او اي حاجه. بس كده هو ده الاكل بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، جربوه وقولوا لي ايه رايكم. يلا علشان نتغدى، باي. دلوقتي بعد ما غزل ويزن، ماشي قولي انت. يلا دلوقتي بعد ما خدنا شاور طبعا هي ويزن وفيروزه، فيروزه انت بتقولي لهم لازم ناخدوا شاور ليه؟ ليه؟ كده يا جماعة، عشان ثانية يا غزل، فيروز بتتكلم، قولي يا روزة. لا صبرت كورونا. ماله فيروس كورونا؟ عشان لما
عمي. لازم تستحموا عشان فيروس كورونا. برافو يا فيروز. ليه بنحمل عشان ليه بنحمل تلات حاجة عشان نغسل ايدينا تلات مرات جامد كرون اللي هو جيم كرون. تبدأوا تعملوا كده لحد ما تبطبط تبقى نظيفة خالص. استني يزن بقى يقول كلمة وكده بس. ماشي استني بقى عشان يزن يقول استني يا غزل قول يا يزن قول ايه؟ قول احنا لازم نستحموا ليه؟ ها؟ هو احنا ليه نستحموا ليه؟ ليه؟ عشان تبقى نظيف؟ هتبقى شطور وامور صح؟ صح يا فيروزة؟ وتالت حاجة بنعلقها الكمامة الشارع صح؟ لازم نقفل الباسكت على طول صح؟ مال ايه؟ لبسينها من عز يسلم علينا عرفنا كده فاحنا بنلبسه كده عشان ايه؟ ما حاجة تحصل ممكن عند كورونا عشان كده نحمينا فعشان كده بقى جوش كحول اول حاجة تالت حاجة يلبس كمامة او اللي هو في الشيل فيشل بيكم اوي صح. برافو يا غزول وانتي يا روزة استني فيروز بتتكلمي فضل حاجة قبل تقف في الارض حط عليه اسمه ايه ده كحول كحول بعد كده مسح المادي ولا كانوا في حاجة صح ده الفيشل الكحول يا فيروز يا جماعة سندريلا غزل اشتركوا في قناة سندريلا غزل انت جميلة يا فيروز والله ما هي احلى حياتك تحلى ما هي احلى حياتك تحلى انا اسامي غزل سندريلا غزل سندريلا يزن امير فيروز وانا اسامي انا سندريلا فيروز امير الاميرة فيروز صح صح يا روزة صح كده ماشي يلا دلوقتي بقى بصوا يا جماعه احنا حضرنا العشاء كده الغزل ليزن كورن فليكس وانا هشرب شاي بلبن كب ماشي بجد وانا هشرب شاي بلبن بصي يلا استنوا يهدى شويه بقى وكلوا على طول ماشي غزل يزن بياكل استنوا قبل ما تاكلوا سموا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار يلا بسم الله يلا شاطر يزن جدع اللبن بيدفي طب يلا يعني سخن بس بيدفي بقى طب يلا كله بألف عين وشوف بصوا يا جماعه غزل ويزن بس احنا قاعدين على السرير طبعا انتوا عارفين في الشتاء بنقعد على السرير بص غزل يزن بتفرجوا على اللابتوب طبعا غزل بتحب قوي يا جماعه اصوات الاكل بتاعت مين بيحبها زي غزل انا بموت فيها طبعا مين بيحب اصوات الاكل يا جماعه زي غزل غزل تحب قوي يا جماعه بتجي اصوات الاكل دي شوفوا ايه بكل قاعده النبي دي وعده بس بلاقيهاش طبعا بصوا مش عارفه هي بتعمل ايه بس يلا ما علينا يلا اقعدوا تكرروا كملوا يلا اخطبوط يا جماعه اخطبوط؟ بصوا بتعمل تشوفوا تحبوش انتي خليكي تتفرجي عليه يعني باكل جعانه قبل الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك شيركوا بتاز على زر الجرس اشتركوا معي معي احنا وصلوها 200 لا 500 الف مشترك يلا بينا صباح الخير يزن اهو يزن نمت ولا لسه طب يلا تصبح على خير تصبح على خير انت من تصبح على خير باي